تعاقد نادي مانشستر سيتي مع الجزائري رياض محرز قادما من ليستر سيتي لمدة 5 سنوات في صفقة قياسية لحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. بعد طول انتظار سمح له بالرحيل ضغط على فريقه وغاب عن التدريبات بداية الموسم الماضي، لكن الوعود برحيله تحولت إلى واقع الآن. نجم ليستر سيتي الدولي الجزائري رياض محرز أمضى على عقد انضمامه إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. إدارة السيتي ومدرب الفريق الإسباني جوسيف غوارديولا رأى في محرز اللاعب الذي سيعطي الكثير للفريق ويتماشى مع خطة بيب الساعي لمعانقة المجد الأوروبي مع السيتي. محرز أصبح بهذا الانتقال أغلى لاعب عربي وإفريقي، حيث وصلت قيمة الانتقال حوالي 60 مليون جنيه استرليني، أي حوالي 80 مليون دولار لمدة 5 سنوات. انضمام من المؤكد أن يعكس محرز صحة صوابيته على أرض الواقع بعد انطلاق صافرة بداية البريمير ليج، حيث سيعمل الفريق على الدفاع عن اللقب. محرز كان من بين اللاعبين الذين كتبوا أسماءهم بأحرف من ذهب في إنجلترا نظرا للمستويات الرائعة التي قدمها مع ليستر سيتي ليساهم في تتويجه بلقب كان أشبه بالحلم. محطة جديدة للجزائري الذي سيراهن على تقديم الإضافة المرجوة لفريقه الجديد ليبحث معا عن كتابة تاريخ قد يكون تحت عنوان التتويج بدوري الأبطال. أشرف المدرب.